والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كنا نظرات في قصة موسى عليه السلام، يجوز طولنا شوي فيها. ما قبل إبراهيم عليه السلام ذكر القرآن مثلا قصة نوح عليه السلام، هود طبعا قوم عاد، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعيب. ما فيش ذكر لملك وسلطة ونظام، نظام نقول متطور في الحكم. في ملأ وفي قوم، والملأ يعني لأنه لابد في أي مجتمع بشري يكون في متنفذين، بس ما فيش أي شيء يدل على وجود سلطة في ملأ. الآن لما نيجي لعهد إبراهيم عليه السلام، أنتوا بتعرفوا من ناحية إذا بدنا نيجي زمنيا، في عندك ابتداء قوم نوح، بعدين حسب ما يذكر القرآن عندنا عاد قوم هود، عندنا ثم ثمود قوم صالح، ثم قوم لوط، ثم شعيب. هون بنكون قربنا في موضوع زمن إبراهيم عليه السلام، لأنه قوم لوط في زمن إبراهيم عليه السلام، لأنه هو أصلا لوط هاجر مع إبراهيم عليه السلام من منطقة الفرات إلى فلسطين، ابن أخوه عليهم السلام. الآن لكن في وإبراهيم عليه السلام في العراق، بنلاحظ إيش؟ إنه في ملك، لأن الحوار اللي تم بين إبراهيم عليه السلام ومين اللي آتى الله سبحانه وتعالى ملك، هاي بدينا نشعر إنه في ملك، بس بدون تفصيل في ملك. ثم يأتي إبراهيم عليه السلام من منطقة الفرات إلى هذه المنطقة. العجيب إنه الآن إبراهيم عليه السلام طالت حياته هنا في المنطقة، سواء كان في فلسطين أو ذهب إلى مصر أو في الجزيرة العربية، بتعرفوا قضية بناء الكعبة، ما فيش إطلاقا أي كلام عن صراع مع ناس غير مؤمنين، وكأنه الأمر استتب لإبراهيم عليه السلام لما هاجر من العراق. إلى يبدو الناس كانت يعني مستجيبة لإبراهيم عليه السلام، وبالتالي كان إسحاق عليه السلام نبي يقوم بوظيفة الإرشاد ومتصل بالوحي في مجتمع مؤمن. القضية نفسها مع يعقوب، نلاحظ يعقوب أيضا ما فيش أي صراع، فيش أي صراع، مش هيك؟ إذن في الأمر كاين مستتب يبدو، وفي إيمان، في إيمان. تأتي قصة يوسف ابن يعقوب عليه السلام، عليهما السلام. الآن هناك في مصر بنلاحظ إنه برضو في ناس، في ملك غير يعني على الشرك يبدو، وقومه على الشرك، وثم يصل يوسف عليه السلام منصب عالي، ثم يبدو الأمور تستتب له والناس بتستجيب. ولقد جاءكم يوسف من قبله بالبينات، هذا مؤمن آل فرعون، يعني إذا كانوا بيعرفوا يوسف تماما. ثم تأتي قصة ذهاب يعقوب اللي فيما بعد سمي إسرائيل، يبدو بعد حدث معين سمي إسرائيل، بعد حدث معين مش وقته الآن، سمي إسرائيل. والغريب إنه هو أحيانا يذكر يعقوب وأحيانا يذكر أبناؤه بصفتهم بنتسبوا لإسرائيل مش ليعقوب، يا بني إسرائيل مش يا بني يعقوب اللي هو الاسم الأصلي يعني. طيب، وهاجروا إلى مصر
وكان هناك بيحكم الملوك الرعاة الهكسوس، قلنا الملوك البدو هيكوشاسو اللي هو جاءوا من منطقة سوريا الطبيعية وملوك بدو، واحتلوا شمال مصر، طردوا الفراعنة الجنوب وأقاموا في حدود 200 سنة تقريبا حكمهم. ويوسف عليه السلام كان في فترة الملوك الرعاة الهكسوس، لذلك بتلاحظوا أنتوا في سورة يوسف في ملك ما فيش فرعون، في ملك ما فيش فرعون. ممكن كنا وقفنا على هذه المسألة زمان. طيب الآن بدينا نلاحظ، طبعا الفراعنة استعادوا قوتهم وطردوا الملوك الرعاة الهكسوس في الوقت اللي كانوا بنو إسرائيل كانوا موجودين وين؟ موجودين في مصر. شو قصة اضطهادهم؟ ليش اضطهدوا؟ هذا بعد طرد الهكسوس والفراعنة استعادوا قوتهم وطردوا الآن اضطهدوا، إذا صح التعبير، الأغراب اللي لهم إيمان بيختلف عن إيمان الفراعنة، اضطهدوهم. هذا مرت 450 سنة تقريبا، تقديرات مش بتكون دقيقة، مرت 450 سنة. فالله سبحانه وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، يعني هم بني إسرائيل وهم كانوا صاروا منحرفين، ويبدو أنه في بقايا دين حق في مثل أم موسى عليه السلام، وناس بقيوا على الحق وأكثرهم كانوا صاروا إيش؟ متبعين ديانات الفراعنة والوثنيات. طب بيستحقوا يعني؟ بيستحقوا كل هذا؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، لأنه أحيانا الانحرافات بتأتي من أين؟ من أنه بتكون هذه الأمة مضطهدة ومستضعفة. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يمن عليهم بصفتهم إيش؟ تم استضعافهم، لأنه في فرق بين الانحرافات اللي بنحرفوا وهم إيش في حالة علو واستكبار وملك وبين اللي ممكن يكون انحرافاتهم ناتجة عن ضعفهم واستضعافهم وممارسة الظلم ضدهم. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يرحمهم، فالأمم المستضعفة الله سبحانه وتعالى ممكن يسر لها الخلاص. وانتم على فكرة من الأمم اللي كانت مستضعفة، والخلاص قادم مش مطول. طيب ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. هون في قصة موسى عليه السلام بدأنا نلاحظ فيه نظام فرعون على رأس الدولة، وفي هامان رئيس الوزراء، وفي المستشارين، وفي الجيش. هذا الكلام ما كنت تشوفوه قبل في الدعوات السابقة. إذن هون بدأت إيش؟ يتبلور نظام دولة، إلى درجة أنه فرعون تجدوه بيستشير، وفي ملأ بيشيروا عليه، وفي الوقت نفسه ذروني أقتل موسى، ذروني. إذن في إيش؟ في برضه إشي بحكمه، حتى ولو كان هو يعني أعلى واحد، في إشي بحكم. إيش اللي بيحكم يعني؟ بلاحظوا، فأول مرة إذن بنلاحظ لما بنقرأ القرآن بتظهر نبي في مواجهة سلطة، على رأسها الملك فرعون، وزراء، جيش، سحرة بدعموا النظام. ما هو اليوم في سحرة بدعموا النظام، خصوصا في الإعلام على فكرة. النظم الفاسدة على فكرة ما هي بتشتري السحرة هذول. اليوم هم السحرة بيمارسوا السحر عن أي طريق، اللي هو مسح الأدمغة، يعني مسح الأدمغة. كان بيقول لك الصحافة، إيش صحافة؟ أكثر الصحافة منحطة، أكثرها مشرية مباعة، فيش ضمائر، مش يكون في صحفي ويزعل. لا، إحنا بنتكلم غالبا لأنهم بيحاولوا مرات قال يعملوا إنه يعني صحافة. إيش صحافة؟ يعني بايع حاله، بايع فكره، بايع قلمه. وينهم اللي يعني مش بايعين؟ قلة. لا مش كلهم. وين اللي مش بايعين؟ هذول شو مهمتهم؟ أيوة، هذول مشان يمسحوا أدمغة سحرة من نوع ثاني. سحرة من نوع ثاني موجودين دائما، مشان ادفع أنت وإحنا من
بنضلل البشر. طبعا هذول مسؤوليتهم ضخمة، لأنه شوف يعني ممارساتهم في تضليل الأمة، واليوم العلم تطور ما يسمى بمسح الأدمغة. كيف إحنا يعني نمسح أدمغة الناس وندخل لها الأفكار، كيف نشككها وكيف نخلي معنوياتها مضروبة، أو تفاصيل طويلة. مجرمين مجرمين، هذول لازم يتحاسبوا أكثر مما يتحاسب الحكام، أكثر، لأن ما دول جنوده اللي بيضللوا الملايين. هو بيضلل الملايين الحاكم عن طريق مين؟ عن طريق مين؟ عن هذول اللي بدهم يكونهم حصانة، قال يعني فاسدين وبدهم حصانة، بايعين وبدهم حصانة، بتآمروا على أممهم كمان، على أممهم السحرة. طيب في نظام هون أول مرة ما نشوف. والقرآن يركز على شريعة موسى عليه السلام كما لم يركز على أي شريعة سابقة، إذا بتلاحظوا حتى بالنسبة لصحف إبراهيم عليه السلام هي صحف إبراهيم وموسى بس بهذا الشكل، لكن قد ذكرت التوراة في القرآن يعني 17-18 مرة في القرآن ذكرت التوراة. ملاحظين قديش ذكر موسى؟ 136 مرة ذكر موسى. قصة موسى هنا وهناك. ليش؟ أول شريعة بتكون يبدو شريعة تقرب من الكمال الشريعة التي جاء بها موسى، تشبه، لأنها أصلا هي مقدمات لمجيء الرسالة الخاتمة. يعني الأمم بدأت تنضج، وبدأنا نشوف شيء مختلف تماما. لذلك اللي هلك هون مش الشعب المصري، اللي هلك في قوم نوح وقوم عاد وثمود وقوم شعيب وقوم لوط، لكن هون اللي هلكوا مين؟ فرعون وجنوده، لأنه اختلفت الصيغة الآن. هون لأول مرة بتشوف اللي بيهلك مين؟ فرعون وجنوده، مش الشعب. إذن اختلفت المسألة، الآن صار في ضرورة تشريعات تفصيلية، صار في عندنا أمم في عندها وعي. لذلك أنت بتلاحظوا الفراعنة اليوم في قضية الآثار إشي عجيب، في تفاصيل في الهندسة وعلوم الفلك وحتى الكيمياء كائنين متطورين لمستويات، ولاحظوا الصناعة عندهم والفنون وصياغة الذهب والتفاصيل، إشي عجيب. الآن جت تشريع شريعة موسى عليه السلام، شريعة تفصيلية قريبة من، ثم هذه الشريعة اللي جاء فيها موسى عليه السلام واللي تبعها الإنجيل، والإنجيل كان حلقة وصل، مصدقا لما بين يدي من التوراة، لحظة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، اسمه طبعا أحمد، هذه سبق تحدثنا اسمه أحمد ولا محمد. طيب إذن لاحظوا حلقة وصل، مجرد حلقة وصل، مباشر أصلا تعبير إنجيل يبدو أنه بيعني البشارة بالشيء القادم اللي هو ختم الرسالة والرسالة الكاملة، ختم الرسالات والرسالة الكاملة. من هون بندرك بعض أسرار التفصيل، أنه الكلام في شريعة موسى عليه السلام، ثم ما جاء به موسى حرف، لما حرف على فكرة المحرف ممكن يكون ضرره كبير. لذلك بتلاحظوا انتم اللي بواجه الاسلام من اول يوم الى اليوم الى المستقبل اهل الكتاب، هم بواجهوا الفكرة الاسلامية، وهم اللي بضللوا الناس، وهم اللي بيملكوا الوسائل، وبالتالي الصراع الفكري معهم بالدرجة الاولى. شوفوا العالم كله الان الصراع الفكري للأمة الاسلامية مع مين؟ اصلا هم بهيمنوا بافكارهم على العالم كله، الصراع مع مين؟ مع الإسلام. لذلك جاء القرآن وأعطاك تفصيلات، لأنه التوراة يؤمن بها النصارى واليهود، اثنين، اليهود بيؤمنوا في التوراة وملحقاتها، والنصارى بيؤمنوا بالإنجيل وملحقاته والتوراة وملحقاتها اللي بيسموها الكتاب المقدس. إذا بتفهم عقيدتهم على فكرة تفهم سلوكياتهم،
وظنوش انه هذه الامم يعني اذا كانت تركت الدين انها لا تصدر عن الدين. ولا هيرزل، هيرزل ملحد ومع ذلك ليش بده يجمع اليهود؟ يعني بالذات بده يجمع اليهود بصفتهم ايش؟ طب ما هو ما انت ملحد تؤمنش باديان، ما هو اذا ما كانش بيؤمن فيه كدين بيؤمن فيه كتاريخ بيؤمن فيه كحضارة. انتبهوا، في عندنا هيك، عندنا في ناس كانوا يقولوا الاسلام من الملاحدة، من الملاحدة، يقول لك الاسلام تاريخنا، الاسلام حضارتنا، مش يعني انه دين سماوي. فبالتالي اذا بدك تفهم هذه الامم كيف بتفكر، كيف بتفكر، ما هو اذا ما فهمتاش كيف بتفكر، لان هم اصلا هم درسوك انت قرون طويلة، وهم يدرسوك من وقت ما بدت لما انتهت الحروب الصليبية، ادركوا انه لابدهم يفهموا هاي المنطقة مشان يعرفوا كيف يتعاملوا معها. ولذلك دراساتهم على مدى قرنين او قرن ونص كان بمعدل المطابع الاوروبية تصدر بمعدل كتاب في اليوم في دراستنا احنا، كتاب في اليوم، وممكن يكون الكتاب 20 مجلد، الكتاب الواحد يكون 20 مجلد. المعدل عبر 150 سنة في اليوم كتاب. وايش يعني كتاب؟ ايش يعني كتاب؟ ممكن كما قلت يكون كتاب من 20-30 مجلد لفهمك انت، لفهمك انت. القرآن من اول بيعطيك الاسس وبفهمك، بيعطيك صورة، لانه يبدو الصراع منذ مجيء الاسلام الى يوم القيامة مع اهل الكتاب، حتى كان يدمجهم احيانا، يدمجهم مع بعض. فانت لما تفسر بقصد مين، اليهود ولا النصارى؟ مرات يقول يهود، مرات يقول نصارى، بعدين احيانا يقول اهل الكتاب، اهل الكتاب يجمعهم، اهل الكتاب، اهل الكتاب. وخصوصا انه هو الكتاب المزعوم انه له علاقة بالماضي، قصدي له علاقة بالرسالات السماوية، له علاقة بالوحي. باقي الامم تزعمش، على فكرة باقي الامم تزعمش انه وحي، اللي بزعم لحد الان انه وحي مين؟ اهل الكتاب، فيما يتعلق بما يسمى بالانجيل او العهد الجديد او العهد القديم، التوراة وملحقاته. طيب هذا على اساس يكون ليش، يعني ليش القرآن فصل في موضوع موسى؟ ومش بس لاحظوا العجيب انه حتى ما في نبي كمان، القرآن اعطاك فكرة عنه من طفولته، من طفولته حتى النهايات، حتى في اخر حياته، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، موضوع الخضر وذكرنا القصة، تفاصيل، وهو طفل وهو شاب متربي في بيت فرعون وفي حضن امه، اكيد امه بتغرس فيه شيء والفراعنة بيحاولوا يغرسوا شيء ثاني. طيب ثم هو كيف في شبابه بيقتل خطأ، ثم يرحل الى مدين، في مدين بيرعى الغنم وبيكون عايش في بيئة مختلفة، ثم الله يبعثه، ثم يذهب الى مصر وتفاصيل مصر وصراعه مع فرعون، ثم الخروج ببني اسرائيل، ثم صراعه مع بني اسرائيل. ما هم حاملين العقيدة الوثنية، ما هم حاملين العقيدة الوثنية، هم مش هيك اكثرهم؟ طب ليش طالعين؟ ذكرنا. طيب وبعد صراعه مع قومه، نزول التوراة وتفصيلاتها وايش صار معه من قصص، وبعدين في اخر حياته قضية لقائه بالعبد الصالح، التفاصيل هاي كلها ما بتشوفها في اي نبي، في اي نبي بده يعطيك صورة مفصلة تجعلك فاهم الصورة، وبالتالي بتستطيع تفهم الان كيف تتصرف مع الامم الثانية وكيف تصدر الفكرة الاسلامية لهم. اصلا لاحظوا احنا بيننا وبينهم اهل الكتاب برضو في المقابل، مع انهم خطيرين جدا، لانه فكرة الفكرة الربانية تشوه، بتصير خطيرة فكرة الربانية تشوه، يعني الفكرة الوثنية، الوثنية سهل سهل جدا تواجه الوثنيات، اما اللي بيزعم انه اساسه رباني وفعلا فيه اثار الربانية، فيه اثار الربانية، يعني خالطين الصح الحق بالباطل، خطير. ولذلك معظم الفساد اللي في العالم منهم، معظم الفساد اللي في العالم منهم، والافكار الشاذة في العالم والفلسفات الشاذة اللي توهت البشرية منهم، منهم. طيب والصراع الى يوم القيامة بينك وبينهم، باقي الامم تبع يبدو، وافكارها اصلا بتشكلش اي نوع من تهديد للبشرية، وحتى في رقي احيانا، حتى في رقي، اذا كان
حتى مع وجود الشيوعية، مع وجود الشيوعية الملحدة في بلد زي الصين، الصين ممكن كان في وقت الأوقات اللي بيروج أفلام الجنس يعدموه، يعدموه إعدام. أفلام الجنس من وين يعني جاي؟ من وين جاي؟ ومين اللي صدرها للعالم كله؟ ومين علم الناس الفسوق؟ أهل الكتاب. ومين اللي بيحكي برضو بالقيم والمبادئ والإنسانيات؟ أهل الكتاب. كيف بجمعوا تنتين؟ طيب، لأنه إحنا يعني قربنا نخلص في موضوع أساس ننتقل فيما بعد لقضية ثانية غير قصة موسى عليه السلام. خليني أخذ الآن بعض المسائل تتعلق بموسى عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى أظن في سورة السجدة: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. كمان مرة: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ليش أخذت هذه الآية بالذات؟ لأني لاحظت كتب التفسير، لاحظت كتب التفسير وهي تفسر هذه الآية في أقوال كثيرة كثيرة، خصوصا في الضمير في فلا تكن في مرية من لقائه. لقائه هذا الضمير بيرجع لمين؟ نشوف، نعطي شوي ايش قالوا، نعطي شوي ايش قالوا. بعضهم قال زي ما انتم فهمتوا من اول لاول من اول وهله، يعني فلا تكن في مرية من لقاء موسى، يعني ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. شو بيخطر في بالك لقائه؟ لقاء موسى. فصاروا يقولوا طب وين الرسول التقى موسى؟ وين الرسول التقى موسى؟ هل هذه الآية نازلة قبل حادثة الإسراء والمعراج؟ فبالتالي بتقول له انه راح تلتقي؟ مش هو التقى بموسى عليه السلام من ضمن الأنبياء اللي التقى فيهم، وصار في قصة الإسراء والمعراج صار في مسألة الصلوات الخمسين وخمسة، تذكروا في قصة الإسراء؟ يعني معناته هاي الآية، ما هي سورة السجدة مكية، سورة السجدة مكية وسورة الإسراء مكية، بس الإسراء قبل الهجرة بسنة، قبل الهجرة بسنة. الآن فلا تكن في مرية من لقائه، يعني وكأنه عم بتكلم عن مستقبل ولقاء موسى. وإذا بتلاحظوا هو اللقاء اللي نتج عنه حتى إيش؟ تشاور، نتج عنه تشاور وصلاة، وأثر في حياتنا اليومية. 50 صلاة شو صارت؟ 5. وبعض الناس قال يعني اللي السذج نتيجة صراعنا مع إسرائيل، نتيجة صراعنا مع إسرائيل في هذا القرن، قال صاروا يقولوا إيه هذه بجوز من دسائد اليهود مشان يعملوا لموسى شأن. ليش هو الله لا يعطيكم عافية، هو موسى ما إله شأن؟ هو ما إله شأن؟ ولا 136 مرة هاي في القرآن شو؟ ولا قصص القرآن كيف ما يعني مجرد انكم يعني بينكم وبين اليهود صراع سياسي وعسكري، عسكري لحد الآن ما صار. المهم انتو في ناس كتبوا بهالطريقة، قال المسلمين وبجوز قال بسموا حالهم بعضهم علماء، قال انه يعني انه موسى معلم لمحمد. سبحان الله، رسول بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم انا خبرت بني اسرائيل عن خبرة، وامتك ما اظن انها يعني تتحمل، لا يكون تتحملوا 50 صلاة. يا دوب 5 وماشيات، يا دوب 5 وماشيات، كيف لو كانوا 50 يا اخوي؟ بدخلوا قال السياسة في فهم الدين. هو موسى لمين يعني؟ لا يكون موسى لليهود هذول، هو إلنا موسى. يعني لو بعث موسى من قبره يقاتل مع مين؟ ما هو أصلا هو موسى عندهم في التوراة بيخاطبهم يعني يا ما قرعهم، وفي أصلا في وقت من الأوقات شو قال؟ لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بين
أكثر من هيك وصلت له. لكن فيما بعد جت أجيال مؤمنة وإيمان على مدى قرون تطبيق شريعة الله والتوراة يحكم بها، النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، وشفنا قمم داود وسليمان وزكريا ويحيى وتفاصيل كلهم مؤمنين. طيب أصلا سليمان أذل البني إسرائيل اللي كانوا حاولوا يتغطرسوا، وبعد ما مات حاولوا وشقوا الدولة لأنه كان ذللهم، وسبق تحدثنا في هالموضوع. طيب فهذا تفسير بعض الناس، فلا تكون في مرية من لقاء على اعتبار انه ايش. طب واذا نزلت بعد الاسراء والمعراج يعني انه فلا تكون في مرية انك التقيته. بعد شوي نتحدث ان شاء الله ايش يعني فلا تكون في مرية. هذا وجه من وجوه اللي ايش تفسروا فيها الآية. في ناس شو قالوا؟ فلا تكن في مرية من لقاء الكتاب، يعني مثل ما انه موسى اعطي كتاب، انت بتعطي من جنس الكتاب اللي هو الوحي، هذا من جنس ما هو جنس الكتاب، الكتاب السماوي الموحى به. فلا تكن في مرية من لقاء مين؟ الكتاب. انو كتاب؟ يعني القرآن. يعني هاي صعبة شوي. انا بفهم انه الرسول تلقى الكتاب، اما يلقى الكتاب مش معهود مثل هذا التعبير في القرآن الكريم، بس اتبنى عدد لا بأس فيه من المفسرين المعاصرين وقدماء انه فلا تكن في مرية من لقاء الكتاب، يعني مثل ما اعطينا الكتاب لموسى من نعطيك. طب ما هو ما يستخدم القرآن هذا التعبير، فلا تكن في مرية من لقاء الكتاب. تلقى ما يستخدم لقاء الكتاب. بعدين هو اصلا هذه وين تكلمت؟ كيف بده يكون في مرية من لقاء الكتاب وكان صار ماضي الوحي عليه 12 سنة؟ في وحي بينزل القرآن، هو في مرية من لقاء الكتاب؟ طب ما هو 13 سنة بينزل الوحي. طيب في بعضهم شو قال؟ لا في الجميل مرات بعض كبار قديش العقول مرات بتكون عبقرية، ولكن أحيانا شو بتصير؟ في بعضهم قال كل هذا غير صحيح وضعيف يعني. طب وشو الصح؟ قال فلا تكن في مرية من لقاء الله. طب وين لقاء الله؟ طب كان ممكن العبارة تكون ولقد آتينا موسى الكتاب، فلا تكن في مرية من لقائنا، مش هيك؟ طالما الضمير في الأول ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائنا، هاي بصير وقتها مفهوم. لا، قال بعضهم الكبار المعاصرين بعد ما ضعف الأقوال كلها جاب لنا بهذا القول، قال يعني فلا تكن في مرية من لقاء الله. في منهم شو قال؟ فلا تكن في مرية مما لقاه موسى من بني إسرائيل ومن كذا ومن كذا، وانت بتلاقي زيه هو صبر وانت بتصبر، فلا تكن في مرية مما لاقاه، يعني من لقائه، يعني اذا بتلاحظوا مش راكبة مضومة اكتر من اللي قبلها. قصدك بدناش نخوض كثير شو قالوا في لقائه، والله يعني لو قلنا عم ببشروا بلقاء موسى وفي الاسراء والمعراج وفي لقاء مؤثر كان واثر في حياتنا يعني ممكن تقبلها، يعني نأخذ من بينها الأقوال فلا تكن في مرية من لقائه يعني في المستقبل، على اعتبار السجدة ممكن نازلة قبل الإسراء، وحتى لو كانت نازلة بعد ما هو ما كانش الصورة مرات تنزل إيش كاملة، يعني البقرة مثلا من أوائل ما نزل وإيش من أول ما نزل في المدينة، بس برضو فيها آخر ما نزل، مش هيك؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن البقرة من أوائل ما نزل في المدينة وفيها من آخر ما نزل كمان، مش هيك؟ طيب أنا شخصيا أرى معنى آخر. شو يعني فلا تكن في مرية من لقائه؟ هو الحقيقة إنه النبي الوحيد اللي لما أعطي الكتاب
لقيه الله وكلمه، وكلم الله موسى تكليما، وكان له ميقات، وكان له مواعدة، وكان حديث معه، وربي أريني أنظر إليك. إذن هو لا قرب ولا ملقاش. إذن فلا تكن في مرية، لأنه لاحظ شو قال، ولقد آتينا موسى الكتاب. وين آتى الكتاب؟ آتى الكتاب عندما التقى، التقى ولا ما التقاهوش؟ في نبي التقى. طب على فكرة التقى محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن وين كان اللقاء؟ ليلة الإسراء والمعراج. لكن موسى الوحيد اللي كان لقاؤه، موسى الوحيد اللي كان لقاؤه عندما أوتي الكتاب. فإذا لأنه ممكن الناس يقول لك مش يعني الخالق لا يعقل أنه يعني جلاله وعظمته يلتقي بشر. ليش؟ ليش يوم القيامة احنا مش يظنون أنهم إيش؟ ملاقوا رب. بدنا نلاقي ولا بدناش نلاقي الرب؟ مؤمنين وغير مؤمنين، لكن غير المؤمن كيف بكون لقاؤه؟ موضوع ثاني، موضوع ثاني. وكثير قال لنا إيش؟ وإليه ترجعون. ده مين يعني؟ ترجعوا إله، إلى الله بنرجع، إليه المصير، المعال، المعاد، إله إله إله. تلقوه في لقاء أخروي. لا يكون في اللقاء الأخروي لما البشر كلهم الله سبحانه وتعالى بيكون يعني يحدثونه مباشرة، هذاك في الجنة. الجنة جمهور أهل السنة والجماعة يقولون بأن، واختلفوا الناس طبعا، إيش الناس يعني أهل الإسلام، إنه هل يرى الله يوم القيامة في المقصود في الجنة، مقصود في الجنة، الجنة. طيب هو اللقاء حتى يكون لابد من رؤية يعني؟ ما هو موسى لقي الله بدون رؤية، وحتى من كثر ما كان مشتاق. وفي حديث شو قال؟ ربي أرني أنظر إليك. لقاء ولا مش لقاء؟ هذا حديث مباشر ولا مش مباشر؟ هذا لقاء ولا مش لقاء؟ ولذلك أنا أرى أنه ممكن يكون هذا هو المعنى. ولقد آتينا، والغريب أنه ما بتطرقلوش، الغريب أنه هم بيعرفوا انه الله سبحانه وتعالى لاقى موسى واعطاه الكتاب، مش اعطاه الالواح لما لقى عده مرات، ووعده وكان له ميقات واعطاه الكتاب. ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريه من لقائه. وعارفين شو ممكن يكون فيها؟ بشره، ممكن يكون فيها بشره كمان، وبدنا نلاقيه. لأنه بعدها في الإسراء في المرحلة المكية برضو إيش؟ صعد الرسول صلى الله عليه وسلم والتقى ربه. وحتى هناك من يقول إنه لحظة، إنه إيش معنى لما نقول إحنا في الصلاة التحيات لله، التحيات لله، إنه هذه كانت عند اللقاء، التحيات لله، لأنه التحيات فيها معنى الملك على فكرة. شو معنى تحياك الله؟ يعني من ضمن معانيها ملكك الله، التحيات لله، الملك لله. يعني علم الرسول كلمات يقولها في لقاء. إذا ممكن فلا تكن في مرية من لقائه، من لقائه، من لقاء، يعني فلا تتشكك من أن الله قد لقيه. إذا لقاء، لقاء لمين؟ ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. لقاء، لقاء موسى لمين؟ لله سبحانه وتعالى. لأنه هذه القضية اللي ممكن تكون كثير من الناس ما يستوعبوهاش، إيش يعني الرب الجليل مطلق القدرة والعلم يلاقي عبد من عباده؟ شخص هو لقى من أجل مين؟ إحنا قلنا سابقا لقى من أجل مين؟ من أجل البشر. لذلك البشر كريمين على الله سبحانه وتعالى. هو لقى من أجل إيش؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. طيب نشوف
ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه لربه، يعني من لقائه يعني لربه لأنه مفهوم، فلا تكن في مرية من لقائه لمين؟ لربه. وجعلناه هدى لبني إسرائيل. هاي اللي جعلت بعض الناس يذهب إنه لقاء الكتاب، لأنه وجعلناه هدى لبني إسرائيل مين؟ موسى ولا الكتاب؟ لأنه أول ما يتبادر للذهن وجعلناه هدى لبني إسرائيل يعني الكتاب. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. فهذا اللي جعل بعضهم يروح وين؟ إنه فلا تكن في مرية من لقاء الكتاب، لأنه الضمير هذا لازم اثنين على فكرة، لقائه وجعلناه لازم يكون الضمير إلى شيء واحد مش اثنين. فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه، بصيرش الضميرين هذول، لقائه برجع لوين وجعلناه لازم يرجعوا لشيء واحد، بصيرش ترجعهم لاثنين. إذا رجعتهم لقائه موسى يعني معناته جعلناه مين؟ موسى. وإذا جعلت اللقاء للكتاب إذا جعلنا مين؟ الكتاب. طب الدليل إنه موسى مش الكتاب؟ سؤال لكم، هو موسى هدى لبني إسرائيل ولا لا؟ بس اللي بأكد إنه، ولكن الناس شو بيقولوا؟ بس المعتاد، المعتاد إنه يكون اللي في الذهن الهدى لبني إسرائيل هو الكتاب. نكمل الآية ببين معنى إنه موسى ولا الكتاب، موسى ولا الكتاب، راح تكتشفوا إنه موسى. كيف؟ لاحظوا، وبالتالي بصير قضية لقائه اللي هو لقاء الله له، لقائه لربه يعني لقائه لربه اللي هو إيش؟ لاحظوا، وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم، إذا مش بس جعل موسى، مش بس جعل موسى، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن مش بس موسى هدى، هاي بتكلم عن الرجال، هاي بتكلم عن الرجال كما إذن ما ما إذن فعلا هو الأرجح هون إيش؟ موسى، لأنه تكملة الآية اللي بعدها إيش؟ وجعلنا منهم من بني إسرائيل أئمة. إذا مش كلهم اللي شفتوهم بكفروا وبطلبوا آلهة وبيعبدوا عجل، فيما بعد صحت الأمور، فيما بعد صحت الأمور، وجعلنا منهم أئمة قرون، وفي أئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. انتبهوا هاي التعبير، لما صبروا. إذا الأمم على فكرة المصابرة والصامدة على الحق في النهاية إيش؟ انتم لاحظوا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن الكلام فعلا هو اللي جعله هدى يعني موسى، لأنه هي بتكلم كمان جعل إيش؟ أئمة هدى يهتدي بهم الناس، وأئمة يقودون الناس في الهدى، مثل ما كان موسى إمام هدى جعل منهم أئمة هدى. منهم بني إسرائيل مين يعني؟ انتم عارفين انه سبق قلنا، بذكركم، معظم بني إسرائيل الغالبية العظمى أكثر من 9 أعشار بني إسرائيل هم الآن من المسلمين يعيشون من أفغانستان لفلسطين، نسلهم ملايين من بني إسرائيل أكثر من 9 أعشار يعيشون من أفغانستان لوين؟ لفلسطين، بني إسرائيل. في منهم ناس ظلهم موجودين في مصر، الأكثرية ظلت موجودة في مصر ما طلعتش مع موسى، وسبق شرحت هذا بالتفصيل، وهذول أصبحوا من المصريين، والمصريين الآن مسلمين. وفي منهم 10 أصباط اللي بيسموها ضائعة، بيعترفوا اليهود بضائعها، 10 أصباط من 12، 10 من 12 ضاعوا في الشرق. أنو شرق؟ هم الآن بيعتقدوا أنهم هم يعني جماعة طالبان اللي هو البشتون، طب هذول مسلمين، هذول مسلمين.
والصبتين الثانيات اللي بقيوا وراحوا على العراق رجع منهم قليل، وين راحوا؟ ذابوا في الشعوب هذه. واللي رجعوا وبدوا يهودوا ناس جداد، انفصلت قضية بني إسرائيل عن اليهودية، صارت بني صارت اليهودية دين مش بالضرورة تكون منتمية لبني إسرائيل. في من اليهود الآن من بني إسرائيل، في قديش؟ نسبة بسيطة. أكثر بني إسرائيل مسلمين، بالدرجة الثانية مسيحية، بالدرجة الثالثة إيش؟ يهود. هاي نفهم. وكنت مفصل في الزمان شوية، ولا كان تكلمنا أطول، فصلنا في بعض الدروس هذه المسألة بالذات، لأنه هذه أسطورة، هاي بصنعوها أسطورة بصنعوها. أنا ما بني إسرائيل، أنا ما بني إسرائيل. لذلك في يوم من الأيام زمان زمان في جدال مع بعض المسؤولين اليهود في قضية ما، أنا قلت لهم اسمعوا، اللي راح يحرر فلسطين عارفين مين؟ قالوا مين؟ قلت لهم بني إسرائيل اللي راح يحرر فلسطين، بني إسرائيل اللي راح يحرر فلسطين. وينهم بني إسرائيل؟ وينهم؟ تبعتوا كيف؟ كذب هذا كله هالقيت. يهودية هاي الآن محرفة، يهودية محرفة، ومنطقة بحر الخزر مملكة يهودية، كل من هو أشكناز يهود اللي هم الغربيين يعني اليوم، كل ما هو أشكناز هذا بنتمي لمملكة بحر الخزر اللي تقريبا من 860 ميلادي إلى 1016 أنهوا هالقياصرة، بقيت كانت مملكة يهودية، ما لهم علاقة ببني إسرائيل من أصله. كل من هو أشكناز، هذول اللي جايين من روسيا والتفاصيل هاي كلهم، هذول ما لهم علاقة ببني إسرائيل أصلا، ديانة بس، ديانة يهودية بس. ومين يعني بالكم جاء من روسيا؟ ما من أكثر القيادات اللي كانت التاريخية هاي جاي من هذول، هم أصلهم اللي هم منطقة بحر الخزر اللي قلنا المملكة من 860 ميلادي ل 1016 لما انهارت على يد القياصرة، مملكة يهودية. يعني مثلا لما تيجوا تسألوا في جولدا مائير مثلا، منين مهاجرة؟ من روسيا جت، وفلان من بولونيا، وفلان من رومانيا، وهذول كل ما يسمى أشكيناز اللي هم الغربيين اليوم، الغربيين هذول ما لهم علاقة. وفي عرب كمان اليوم يهود، قبيلة كندا تبنت اليهودية، ما لها علاقة بني إسرائيل. في عرب صاروا يهود في اليمن، عرب صاروا يهود. انت انتبهتوا كيف قضية بني إسرائيل وانفصالها عن اليهودية؟ هذا حصل بالتدريج، واليوم هي اليهودية دين محرف، دين محرف خطير لأنه محرف مش الحقيقة. بيجي الإسلام برد الأمور لنصابها، برد الأمور لنصابها في الصراع الفكري اللي بيقوم بين الإسلام الآن وأقوى قوة موجودة في الكرة الأرضية، ويبدو أنها راح تظل هذه القوة هي الصراع الفكري معها بالدرجة الأولى مش باقي الأمم. لذلك أنتم بتلاحظوا الفرس، معركة معركتين الفرس أسلموا كلهم، الفرس كانت إمبراطورية ضخمة، معركة معركتين أسلموا كلهم وخلصنا بعد القادسية وكم معركة. لكن فيما من اليرموك لليوم لبكرة، والصراع مع مين؟ مع أهل الكتاب، سواء كان عسكري أو كان فكري. والأخطر طبعا الأخطر الفكري، والأخطر الفكري، لأنهم هم الآن بدافعوا عن أنفسهم، لأن الإسلام بيقتحم عندهم الفكر الأقوى. طبعا المسلمين اليوم نهضوا، صاروا عندهم قدرة على الفهم، صاروا قادرين على تصدير الفكرة. الغرب الآن هش، ما في عقيدة، هش. لذلك هم بيحاولوا الآن، كل ما بتشوفوا أنتم من محاولات الإساءة للرسول والتفاصيل هاي كلها، هذا دفاع عن أنفسهم، هذا بدهم يعملوا حواجز بين شعوبهم والإسلام. هم كانوا طمعانين في يوم من الأيام إحنا نصير نأخذ عقيدتهم، الآن شو كل آمالهم؟ يعملوا حواجز بين شعوبهم والإسلام، هاي كل آمالهم. في يوم من الأيام كانوا إيش؟ مش قلنا لكم على شخص من غطرستهم، يعني مش من زمان بعيد، يعني في القرن الماضي، في أوائل القرن الماضي، في أوائل القرن الماضي هم كانوا بيشعروا بتفوقهم العلمي. ايش بتحدى؟ بايش بتحدى؟ بتحداهم بقول لهم انا بحول مصر في سنة الى المسيحية، في سنة، راهنهم على هالكلام. وجاوز سكن الاسكندرية، جاوز سكن الاسكندرية وبدأ بده يمارس ايش؟ باعتبار هذه امة متخلفة، وهو ايش يعني؟ الرجل قبل نهاية السنة هرب ورجع، عارفين ليش؟ خاف يسلم، خاف يسلم، قصة معروفة، خاف يسلم لأن شاف حاله مضعضع،
ها قال طب وكيف اليوم؟ هذا ارجع على 100 سنه، هذا الان الكلام قبل 100 سنه. طب كيف اليوم؟ اليوم لا، اليوم صارت الفكره متفوقه وفي ناس متفوقين عندهم قدره يبلغوا الفكره، ولذلك هم الان كل محاولاتهم والاساءه والتفاصيل يعملوا حواجز بين شعوبهم والاسلام، بين شعوبهم والاسلام. طيب الان اذا هذه الايه الاولى، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نأخذ الآن بعض الأمور لها علاقة بموسى مثلا، نعطي فكرة سريعة عن الألواح. وألقى الألواح، الألواح كان مكتوب فيها العهد القديم أو التوراة، التوراة بتقول انهم لوحين من حجر، لوحين من حجر انعطوا لموسى، هذا في التوراة، لوحين من حجر مكتوب على الوجهين يعني بصفوا أربعة، لوحين من حجر مكتوب على الوجهين اعطوا لموسى جاهزات كألواح وجاهزات ايش ككتاب. ولما جاء وشاف قومه، هذا حسب التوراة، لما جاء وشاف قومه، التوراة المزعومة، لما جاء وشاف قومه بعبدوا العجل كسرهم مش رماهم عندهم، كسر الألواح، يعني وكأنه قال ايش بدنا في يعني، فكسر الألواح، هذول بعبدوا العجل يعني شو لزوم الألواح، كلامهم انه كسر الألواح. ولأنهم انكسرن بعد ما تخلص قصة، ما هو اللي صنع العجل قلنا لكم عندهم هارون مش السامري. طيب بعد المهم الله سبحانه وتعالى بيقول له الآن أنت اصنع لوحين وأنا بكتب لك عليهم. في الأول كان من عطى اللوحة وجهز الكتابة، نتيجة أنه كسرهم الله طلب منه فيما بعد إيش يصنع لوحين يضبط لوحين من الحجر ويكتب على الله بكتب، وقال له بكتب لك عليهم، هذا في عندهم. لكن لاحظوا القرآن عم بقول ألواح، الألواح هي أول قضية، يعني القرآن تكلم فيها كإيش جمع. اثنين، القرآن ما قالش إيش هي الألواح، يعني هل هي حجر ولا خشب ولا إيش، ما قالش. والأصل ما تكونش أصلا حجر، يعني تبالكم ألقى الألواح باقي حاملها هالمسافة، يعني الحجار يعني لوح حجر ماشي اكل اثنين قضيه من حمله، خصوصا اذا بتساعد هلكت منشوف الحجر بتسمى لوح ولا لا، اذا معناته نشوف شو معنى لوح. طيب نشوف شو معنى لوح. طيب لكن القرآن قال انه كتبنا له في الألواح، لاحظوا من كل شيء، وسبق قلنا لكم من كل شيء هذه يعني التنويع، لما نقول من كل شيء، من كل شيء فيها تنويع، كيف لما نقول اشترى من كل ثمر، ايش يعني اشترى من كل ثمر، نوع كثير، اشترى كذا واشترى كذا واشترى كذا واشترى كذا واشترى، يعني في تنويع، لان هاي اصلا شريعة ايش، شو المقصود، انها شريعة فيها تفصيل، شريعة فيها تفصيل، مش شريعة مبسطة، هاي المقصود، مش شريعة مبسطة، شريعة فيها تفصيل. وإيش كتب له؟ موعظة وتفصيلا لكل شيء، هذه التفصيلات لكل شيء بيلزم في الدين من عقيدة وشريعة لعصرهم، بيكفي في لوح واثنين وسماها ألواح. أما إذا بدنا نيجي للمعنى في اللغة، طالما طرح الشيخ لوح، ايش اللوح؟ هو لاحظوا، انتم ما بتلاحظوا انه مرات بنقول لاح، شو يعني لاح؟ بدا وظهر، لاح مش هيك؟ بدا ظهر لاح، يبدو لاحظوا، يبدو انه لما يؤتى، تعال مثلا لفرع شجره، فرع شجره لما يسوى بأبعاده المختلفة ويصير له طول وعرض، بصير ايش
وبعدين حتى لونه بتجدوا ايش صار مختلف بشيك. فمن هون واذا كتب عليه اول ما تنظر فيه ايش اللي يروح لك المعاني وتسويته وعرضه وهالتفاصيل هاي كلها. انت لما تنظر لجذع شجرة غير لما تنظر للوح خشب. وانت بسموه لوح خشب على فكرة، هو جذع شجرة؟ وانت بقوله عنه لوح خشب وهو جذع شجرة؟ لا، اذا تصنع وصار ايش يلوح لك لونه وصفحته وعرضه وطوله، شو بصير اسمه؟ لوح. ولذلك ورد في القرآن ولما ورد في قضية حملناه على ذات ألواح ودسر، ذات ألواح معناته أول ما بتشعر إنه خشب عريض، ذات ألواح خشب ماله عريض. طب ليش الخشب العريض لوح؟ لأنه يلوح لك إيش في صفحته اللي بتكون مسوية ومهدة وأبعاده، غير لما تطلع على شجرة هيك ملهاش مش مبين أبعاد مليح وتفاصيل بشك، لما ينشق ويتضبط يلوح لك. والكتابة تصبح إيش يعني، في فرق ما تكتب على شيء زي هذا عمود تكتب عليه لا تلوح لك الكتابة من أولها، لكن لما يكون مكتوب على اللوح المستوي والممهد أنت تلوح لك كل الكتابة كمان. يعني في قضية اللوح نرجع شوي قبل ما الوقت يدركنا. فلا تكون في مرية. أولا شو أصل المري؟ هو في أصله على فكرة إنه ضرع النعجة مثلا أو ضرع الغنمة، ضرع الناقة، ضرع البقرة، الضرع لما بيقعدوا يتحرك في البداية بيكونوا يحركوا مشان إيش؟ يهيئوها مشان تحلب الدرة. مش أول مين فيكم بيحلب؟ مش أول شيء بيبدوا يمرروا الإيد، بصير يمرر في الإيد مشان إيش؟ يهيئ الحلب ونزول. هذا هو المري. إذن هو المري شو في حقيقته على فكرة؟ مشان نميز بينه وبين الشك، بينه وبين الشك. المري بيكون في تردد زي ما بيرددوا في موضوع الحلب، أول شيء بيبدوا يحركوا ورايح جاي وتفاصيل مشان إيش؟ فالتردد، أنت بالتردد في الكلام أو في المناقشة أو بقصد إيش؟ تستخلص إشي. أما اللي بيشك بيكونش قصده يستخلص إشي، اللي بيشك قصده يستخلص، لا هو شاكك، انتبهوا الآن، هو شاكك ما بيعملش إشي، هو شاكك. لكن لاحظوا المراء بيكون أخذ رد وتردد. شو المقصود؟ يطلع منك إشي، وغالبا هذا الإشي اللي بده يطلع منك إيش؟ إنك تعترف له، يعني إنه هو الأقوى، هو الحجة عنده. مراء بتكونش المقصود تأخذ منه المنفعة، وإنما يعني يرتد إشي لك أنت. فلا تكون، لاحظوا، لذلك استخدم القرآن أو استخدم في القرآن إذا بتلاحظوا تمترون، فلا تماري فيه إلا مراء ظاهرة. إيش المراء إذن؟ هو التردد في الكلام والمناقشة والجدال بقصد إيش؟ استخلاص شيء، أخذ شيء منك، استخلاص شيء. فلا تكون في مرية، يعني بمعنى خلاص أنت الآن بتتحدث عن لقاء موسى كشيء ثابت غير قابل لأن يكون فيه تردد ويناقش مع الآخرين وكأنه مش واصل للحقيقة. لا، الحقيقة واصلة، وهذه حقيقة أنت موحى إليك، وهذا من أساليب غرس العقيدة. مثلا لما أجي أقول له لا تشك أن الله واحد، هذا مش معناته هو بشوك، هذا أسلوب من أساليب إيش؟ تبليغ العقيدة أن الله واحد وأنها قضية غير قابلة للشك. إذن لأنه في ناس شو بيقولوا، أنت لما تقول له لا تشك أن الله واحد يعني معناته أنت بتشهد له أنه بشك؟ لا، هاي معناها قضيتين. القضية الأولى تبليغ أن الله واحد وأنها قضية ثابتة إلى درجة لا يشك فيها، لا تكون في مرية. طيب ما هو إذا أوحاله الله خلاص بيوافق، لكن هذا من أساليب إيش؟
تبليغك انه هذه حقيقة، تبليغك انت مش بس الرسول، هذه حقيقة غير قابلة للأخذ والرد، غير قابلة للأخذ والرد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.